في عصافير كملي الحب صارت كملي. هنا. طبعا طبعا. لا يعني هي شو اقول لك، هو عايش بامريكا بس وانا عايشه بالميدل ايست، يعني بالوطن العربي، فاكو قاره تبعدنا بس احنا كنا قريبين ومو قريبين، يعني كنا نعرف بعض بس ما حاكينا ويا بعض. يوم حكينا ويا بعض هو كان مخطط يحكي وياي واني مخططه احكي وياه. ايوه اكيد. الاعتراف طبعا اني اعترفت اول شيء. فاول ما حكينا ويا بعض خلاص يعني صار في يعني تقارب روحي. ايش احساسك اول ما اعترف لك الكسندر بالاشياء هذه، المشاعر الجميله هذه، ايش كان احساسك؟ اول مره قال لي اياها هو، هاي يمكن اول مره الناس يعرفون، هو اول مره قال لي اني احبك وانت راح تكونين زوجتي وما حد راح ياخذك غيري. برافو تحية. صريح. كل رجل دائما يتوج مشاعره في نهايه سعيده وزواج. طبعا صحيح. تحيه لك. مشاعر واضحه. الرجال جاي سيده، جاي من الباب. لا تدخلون من الشبابيك، روح للباب. جاي من الباب دايركت. منا ومنا متعبه شوي. كنت خايف تعترف لها انك ترفض مثلا؟ لا ما كنت خايف، كنت واثق. اي كنت واثق. انا احب يعني كنت دائما واثق. لا هو قال لي اصلا انت ما راح تكونين الغير، يعني هو خلاص حسم القرار. وانت ايش كانت تجاوبك لحظتها؟ بكيت. الله، في مشاعر عاطفيه وكذا، اجواء حلوه يعني. ايوه جميل. الله لا يفرق بينكم ان شاء الله. بس انا